بدي، انا متاكد انه الدكتور صفت رح تضم صوته لصوتي. بدنا منافسه شريفه بعيده عن التجريح، لانه سخنين اغلى مننا جميعا، واللي بيميز سخنين عن باقي القرى والمدن العربيه وحدتنا محبتنا. مفروض فينا كلنا نترفع عن العائليه عن الحزبيه ونامن انه سخنين فوق الجميع. سخنين مش بس للجميع، سخنين فوق الجميع. فعلشان هيك شكرا لهي اللفته الايجابيه. احنا اخوه، احنا اهل، رح انا بوعد رح تكون منافسه شريفه، واهل سخنين في نهايه المطاف هن اللي بيقرروا مين الفائز. فيش خسران هنا، لانه الفائز ابن سخنين، الخسران ابن سخنين، واثنين ان شاء الله رح نكون فائزين بواحد 11 ان شاء الله. كل عام والجميع بخير. بالبداية بالفعل شكرا لكم، وكل عام وانتم بألف خير. بحب أعايد على الأمة الإسلامية وبلدنا الحبيب سخنين ولأخوي أبو محمد. يا أهلين دكتور، وانت بألف خير، يعطيك العافية. إن شاء الله سخنين بتضل موحد إن شاء الله يا رب، إن شاء الله طيب بتضم الجميع. المحبة اللي بنزرعها لأولادنا هي هاي الرسالة اللي بنحملها كلياتنا. سنة 1440 أنا برأيي راح تكون سنة تاريخية لسخنين، مثال للوحدة، للتآخي، للمحبة. فكل عام سخنين بألف ألف خير. هاي بوسة حبيبي، يعطيك العافية. هاي بوسة بوسة بالأهل والمشايخ على هاي اللفتة. كل أهل سخنين بألف خير. شيخ علاء والله بناتين هيك أحكي لك كلمة. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية بمناسبة العام الهجري الجديد 1440 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لأهل بلدي خاصة وللأمة الإسلامية والعربية عامة كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة ويمن وأمان واستقرار وسلام على الأمتين العربية والإسلامية، هذا بشكل عام. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد بلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء في حرزه وسائر بلاد المسلمين. ونحن هنا نقف لكي ندخل الفرحة في قلوب أهل البلد مع مرشحي الرئاسة السيد مازن غنائم أبو محمد والمرشح الدكتور صفوت أبو ريا. من هنا نبعث رسالة لأهل البلد، نحن جسد واحد، نحن أبناء بلد واحد، تجمعنا محبة سخنين، تجمعنا العلاقة الطيبة والنسيج الاجتماعي مع بعضنا البعض. فباسم المشايخ أقول لكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى. ونحن هنا كمشايخ وكأئمة مساجد سوف نكون مع البلد بما تختاره البلد، ولن ننحاز إلى أي طرف كان مهما كان. فنحن على الحياد مع أهل بلدنا وسوف نبقى معهم. وأسأل الله عز وجل التوفيق، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان فيها عظة، موعظة للخلق أجمعين. ولا شك أن محطة الهجرة النبوية يعني لا شك أنه فيها الكثير من العظات، الكثير من الدروس التي يجب أن نتذكرها بشكل دائم. أولاً اللي بتأكد عليه على المستوى المحلي بأنه لا أجمل ولا أطيب ولا أحلى من أن نبدأ السنة الهجرية الجديدة سنة 1440 بهذا اللقاء الطيب الأخوي الذي يجمع بين طرفي المنافسة في العملية الانتخابية لنكون يعني مثل أعلى لكل وسطنا العربي. نحن من هنا ندعو كل وسطنا العربي لأن يجعل هذه المنافسة اللي بتنافسوها في بلادهم كما هو الحال في سخنين، ولن أزيد عن هذا الكلام. على مستوى الأمة العربية والأمة الإسلامية، لا شك أن الأمة العربية والإسلامية تعاني الكثير من الجراح، عانت الكثير من الجراح، ولكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر مثال، أكبر دليل على أن الليل مهما اشتدت ألكته إلا أن الصباح بإذن الله سيبزو، وصباح الأمة الإسلامية والعربية سيكون بإذن الله قريبا. يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. هذه الهجرة العظيمة التي كانت فاصلة في التاريخ البشري كله، وليس فقط في التاريخ الإسلامي، كانت فاصلا في التاريخ البشري كله، نقلت البشرية وليس في المسلمين من الذلة إلى العزة ومن القلة إلى الكثرة، حتى ملأ المسلمون وملأت حضارتهم الدنيا في حوالي 100 قرن تقريبا، كانوا يملكون نصف الكرة الأرضية. فهذه الهجرة هي هجرة عظيمة أرادها الله تبارك وتعالى، حمى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر عندما قال الله تبارك وتعالى إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنا أقول لكل إنسان في هذه الدنيا وخاصة مسلم كل إنسان مسلم يحزن في هذه الأيام ويبدو عليه الحزن لوضع المسلمين الأليم في كل الدول العربية والإسلامية تقريبا لا تحزن إن كنت مسلما حقا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قدم صاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا فإن النصر قريب إلا تنصره أيها الناس فقد نصره الله في وقت الذلة والقلة كان كما قال الله تعالى ثاني اثنين والمشركون كانوا كثيرون كانوا كثيرين فلذلك أقول بهذه المناسبة العظيمة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين أن يعز الإسلام والمسلمين وأدعو المسلمين إلى الرجوع إلى دينهم لأنه ليس لهم حل في هذه الدنيا للعزة والطريق للعزة والكرامة إلا بالرجوع إلى هذا الدين وهذا الإسلام ونحن نرى اليوم يعني في سخنين الحمد لله رب العالمين هذه الفعالية التي جمعت مرشحي الرئاسة نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ وأن يحمي هذه البلد هي فعالية لرأس السنة الهجرية الجديدة 1440 هجرية نسأل الله تعالى أن تكون سنة مباركة على سخنين وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الناس سنة هجرية مباركة وعلى بلدنا أن يحفظ الله تبارك وتعالى بلدنا آمنة مطمئنة ورغيدة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وأرجو وأطلب من الله تعالى أن تمر هذه الحملة الانتخابية بهدوء وأمن وأمان ونحفظ أمن سخنين لأن سخنين مستمرة إلى الأبد بإذن الله تعالى ونحن يعني تاركون هذه المدينة بعد بأجل من الله تبارك وتعالى كل عام وأنتم بخير.